تو الآن تو الآن يغني لي صباح الصباح ومدري إيش، وتدري إنه من شوي مرسل لي وردة حمراء وقلب مكسور. الله يكسر راسه بلا الحيوان هذا. والله والله يدوخ أنه ودي ألعن أبو خامسة. والله لا يا بنت الحلال، لازم تهدين أنت شوي، إحنا لازم نعالج الموضوع هذا بحكمة. جناب المدير، هذه خطة الحفل كاملة مكملة من الـ A to Z، برنامج كامل باستقبال الوزير و... أوه أنا آسف، باين إنه في موضوع خاص وأنا دخلت في وقت غلط، سامحوني، أجي في وقت تاني عادي ترى. لا لا ما في موضوع خاص ولا شيء، ما في شيء. الوزير لما حيشرفنا إن شاء الله حنبدأ معاه أول حق. والله أنا جيت غلط، والله دخلت غلط، موضوع خاص باين. والله توي يقول لك هذا مكان عمل، ما في شيء اسمه مكان خاص ومواضيع خاصة. عطني عطني خطة الحفل. يلا أنا أذكركم. عطني خطة الحفل، تفضل اقعد هنا. حبي لس حبي لس اموت فيه يس اي لاف يو حتى على البلاط لاف يو مور. جبت لس اكله في عرس شغاله امس، ما تلقين زيها، لو تلفين الرياض كلها ما تلقين زيها. وش هالمطعم عشان اقول الماما تجيب منه؟ مو مطعم اجل، هذه البنت اخوي طبخت مفلق حساوي يحبه قلبس، وقالت ما دامكم ما تبون تاكلون مع جبر خلاص ابرسل لكم الاكل، وارسلته وقولي بسم الله. مع اني ما دانيها ولا داني امها، بس شو اسوي الجوع كافر. قولي بسم الله. بسم الله. مو عاد احد؟ لا. مين؟ تغطي. طيب. حول الله هذا وقته. طيب. يا رب. السلام عليكم. السلام ورحمه الله على جبر. والله يا جماعة الخير اني متفشل، سامحني يا غريب، ما نمت هاليومين لانكم بدون اثاث الحقيقة. ما نمت؟ ما نمت. اجل شو نقول عن انفسنا؟ يعني ابوك تشلخت جنوبنا من البلاط، تقول لي ما نمت، حنا اللي ما نمنا. لا تزيد اوجاعي ارجوك. شو المطلوب؟ رحت بشتري لكم اثاث، ولكن حقيقة السموحة العين بصيرة واليد قصيرة، لقيت هالكرسي الاثري التحفة، والحقيقة قلت ما يستاهله الا اخوي غريب. نعم. ينفتح بهذا الشكل. استخدمه في الرحلات البريه في البحريه، تصفط في الكبوت السياره، تحطه برضه في شنطه كبوت ولا الشنطه؟ لا كبوت والشنطه قابل لانك ماشي، وبعدين زي الكشافه زي حق الكشافه، استخدم سكين شوكه ملعقه في كل شيء. هي لا شيء طيب. انا اسف يعني سامحني بس عاد هذا اللي قدرت طيب. عليه غيره هو الحقيقه كان تجي مع طاوله. طاوله تحفه، طاوله من التحف الاثريه النادره، ولكن عاد اخوك فلقيت هذه الفازة المزهرية من العصر القوطي، تحفة والله، لقية لقية يا غريب، ما تعرف قيمتها إلا بعدين. عصر إيش؟ إيه عصر القوطي. قوطي. أي نعم. إيه طيب هذا كرسي طال عمرك شلون ينصك؟ كذا. لا 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 لحظة لحظة. لا ما أحتاج. لا لا شلون ينصك؟ لا لا ما أحتاج. صكه. لا كذا كذا. كذا ينصك؟ كذا يسك. مشكور يا أخوي، خذها معك.